صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قام الشخص للوضوء ورجع إلى الدرس، نعم. يقول صلى الله عليكم: إذا قام الشخص لكي يتوضأ ورجع إلى الدرس، فهل يصلي ركعتين أم أنه يجلس للدرس من أجل الاستفادة؟ نعم، إذا كان خرج بنية الرجوع، خرج من المسجد بنية الرجوع ليتوضأ أو لحاجة ثم رجع، فإنه يجلس ولا يصلي، لأنه في حكم الباقي. نعم.